اكيد رشا كنا عم نحكي هلا مشغولين شوي بالاكلات اكيد لانه هلا قرب مثل ما قلنا شهر رمضان المبارك، فيمكن رشا بتكتر المأكولات الاصناف والانواع وبتصير اذا بدنا نقول شويه تخبيص ان كان بوجبه الافطار شوي نحن اليوم صايمين فلازم نعوض هي القصه بعد تماما تماما بوجبه الافطار او السحور. بعض الاشخاص اذا قلنا بيكسبوا وزن بشكل مبالغ فيه، البعض الاخر اذا اتبع اسلوب غذائي منتظم وسليم ممكن يخسر الوزن ويكون هذا الصيام مثل ما بنقول ريجيم بيكسب فيه الوزن يلي هو حابه. اما شو هي المأكولات يلي نحن بنقدر ناكلها براحة بوجبتين الفطور والسحور، شو هي المأكولات يلي لازم نحن نبعد عنها؟ هلا هي بس وجبتين يعني بين الفطور مفروض والسحور ما في ولا وجبة مفروض يكون في سناك وحلويات. هلا هذا الشيء رشا يلي حتجاوبنا عنها اختصاصيات التغذية جالة مقدسي، مثل ما قلنا جالة اول شيء صباح الخير، اهلا وسهلا فيكي. اهلا فيكم، صباح الخير لك، سعد صباحك، سهلا بحضرتك. اليوم بدنا نحكي شوي عن الروتين الغذائي الصحة بشهر رمضان المبارك. هلأ بداية أكيد كلياتنا سامعين بدايت الصيام المتقطع. شهر رمضان هو عبارة عن صيام متقطع رباني الله بعت لنا إياه تمام، فنحن لازم نستغله حتى نحن ننظف جسمنا فيه. خلال 16 ساعة هالصيام يلي بيصير عنا أنه بيرتفع عنا الجروس هرمون وبينخفض عنا الإنسولين كتير بالدم تمام، وبتنزل عنا مستويات السكر، فبيفوت الجسم بمرحلة الفات بيرنينج. اوكي، نحن نسبة نزول الوزن عندنا بشهر رمضان المبارك هي اعلى بكثير من اي يوم عادي. بداية خلينا نقول كيف فينا نحن نكسر هالصيام ونبدا بالافطار بدون نحن ما يصير عندنا ازعاجات هضمية، خصوصا اول يومين يعني لحتى فايتين بحالة جديدة تماما وبيكون الجسم كلياته تخربط. اول شيء لازم نشرب كاستين مي تمام مع حبتين تمر مشان نرجع مستوى السكر بالدم للطبيعي تمام، ونعطي ترتيب لجسمنا ونكتسب معاه وألياف. بعدين بنصلي المغرب وبنرجع بنتناول طبق سلطه. هلا هون بس بدي نبه على شغله انه كل العالم بتقول انه يلا ناكل سلطه ويلا نكثر سلطه بدون نحن ما ننتبه على الكالوري اللي فيها. صحن السلطه العادي مزبوط هو بيحتوي من 80 ل 100 كالوري، بس اذا نحن بالغنا بدلء الزيت بدون ما ننتبه ممكن يوصل عنا لل 800 ولل 900 كالوري، فلازم نحن بس ننتبه على هي النقطه. جالا يمكن كثير من الاشخاص بيهملوا السلطة دغري، نحن بدنا ناخذ الطبق الرئيسي وبناكل بتخمة كتير كبيرة، نحن جوعانين كل النهار وعطشانين كل النهار. فخلينا نحكي عن أبرز الأخطاء يلي ممكن يتصرفها الأشخاص لما بيبدأ بوجبة الإفطار، سواء أنه بيشرب مي ممكن كتير بشكل مبالغ فيه، ممكن يهمل المي. خلينا نعرف منك شو هي أبرز الأخطاء يلي ممكن الأشخاص يتصرفوا؟ أول شيء نحن لازم نرجع الترتيب لجسمنا قبل ما ندخل له الأطعمة الصلبة، لازم نرجع نشغل المعدة بس على الخفيف. ففينا نحن ناخد كاسة شوربة تمام، فينا في كتير عنا أمثلة صحية للشوربات. هلأ مثلا فينا نعمل دجاج بشعرية، فينا نعمل دجاج مع خضرة، عدس، عدس بحامض، شوربة فطر وكتير أمثلة. لا وهي ممكن أنه تكون صحية ما ضروري نحنا نبالغ فيها أو نقليها أو نحط لها مكسرات. وهي مثلا هي تكون صحية بتبطل بتبطل تكون صحية، هي من الأخطاء اللي كتير شائعة. يعني صحن الشوربة العادي ماني عم بحكي عن المحضر كبودرة أو النودلز أو اللي مدخله كريمات صناعية، العدس مثلا بيحتوي من 180 ل 200 كالوري، مع التقلاية والمكسرات وهي القصص ممكن انه هو يوصل عنا لاكثر من 400 كالوري. وبرايي انه لا يعني هدول هال 200 اللي نحن زودناهم بمعلقه سمنه وكم حبه مكسرات بنخليهم لشيء ثاني، بنستغلهم يعني بشيء ثاني. تمام، استغلهم شيء تحبيته هاي. هلا اليوم ضمن الوضع اللي الاقتصادي خلينا نقول صحيح لحاله حعمل روتين جديد وفارض علينا حميه كثير ظريفه صيام صيام نظامي يعني وبحميه ظريفه وباكلات صحيه يعني. فاليوم احنا كلياتنا تحت هذا السقف اليوم يعني، فما حنروح اكيد لهدول القصص. خلينا نحكي في ناس كثير بتحب المعجنات يعني بتروح فورا انه هي على فطور حتاخذ معجنات وهدول القصص، ومنعرف قد ايه فيها سكر قد ايه فيها نسبه حريرات قويه.
قدين اليوم مسموح للشخص ياخذ كم قطعه؟ هلا طبق المعجنات السوري هذا متواجد على كل مائده سواء برمضان او غير رمضان، كلياتها من بيوتنا بنعرف بنشكل وبنعمل بلحمه وبجبنه. رح اعطيكم فكره عن تقريبا كل قطعه قد ايه فيها. فطيره السبانخ تقريبا فيها شي 100، رقائق الجبنه مع الصفيحه فيها 100 كالوري، عندنا البيتزا والزعتر 120، الكبه المقليه 150، وكثير في عندنا امثله، بس انه نحن تقريبا ما عندنا شيء تحت ال 100. الاشخاص اللي قاعدين عم بيحدثوا يتسايروا ويحكوا ممكن ياكلوا 6-7 قطع بدون ما يحسوا، هيك نحن بنكون اخذنا 700 كالوري. نحن عم نتفرج هيك على المسلسلات عم نتفرج تماما وما وصلنا للطبق الرئيسي يعني هيك عم نتسلى فيهم، فنحن كرمال ما نحس بحرمان، فينا كل يوم يعني نتبع سياسه النوع الواحد، يعني بيوم واحد نحن ناخذ فطاير سبانخ، اكلنا تنتين ثلاثه تمام بنمل، ما بنوصل السبعة من النوع الواحد، هي أول شيء. ثاني شيء ثاني يوم ممكن ناكل كبة مقلية، ثالث يوم رقائق جبنة، فبيمر علينا شهر رمضان نحن ما انحرمنا من شيء، كل يوم نحن عم ناكل نوع وعم ننوع، بس انه بالنهار الواحد ناكل نوع يعني واحد. تقليل الكمية وتنويع الوجبات يعني تماما. تنوع الشهر هذا الشهر يا فرح شو رأيك؟ كيف؟ حتتنوع سفرة رمضان السفرة السورية؟ نحن بنتمنى أكيد تتنوع، وبنتمنى يكون رمضان هو شهر خير وكرم وفرج على جميع السوريين بالحد الأدنى، خلينا نقول بهي الظروف الصعبة كل الناس يمر عليها هذا الشهر بخير، وأكيد رح نتابع بخلال هذا الشهر كثير من الأعمال الخيرية بتخص هذا الموضوع رشا. أما إذا بدنا نرجع شوي كمان جالة لموضوعنا، كمان من الأخطاء يلي ممكن هي بتسبب بعض المشاكل إنه نحن لما بنشرب مي بكميات كثير كبيرة بهدف إنه نحن كل نهار جسمنا محروم من المي، فبنجي بين فترة رشا الإفطار والسحور بنكتر مي كثير، وقبل السحور بتلاقي بعض الأشخاص يمكن عم حاطين القنينة وعم يشربوا بكميات عشان ثاني نهار قال ما يعطشوا خلال النهار، يعني هدول أفكار كثير قديمة يعني كنا نسمع صح، بس بعدها في اشخاص بيستخدموا هي الشغلات. جالا بدقه خلينا نحكي حاجه الجسم للمي قد ايه، كيف فينا نعوض هذا الفاقد يلي كان كل طيله النهار بين فتره الفطور وفتره السحور؟ تماما. هلا نحن كحاجه واحده لكل الاشخاص، لا الاحتياجات تختلف طبعا من شخص لاخر، بس مينيموم لترين، يعني مينيموم نحن بدنا نحكي بالترين، هذا عدا غير اللي نحن كسرنا فيه الصيام واللي اجانا من الشوربه واللي اجانا من السلطه، هذا كله ما بنحكي فيه، عم نحكي مي حره مي بيور، بدنا مينيموم لترين. المفروض انه نحن نشرب لترين بين الافطار والسحور. في اشخاص بالعكس بتقلي انه لا هي ثقيله علي انا الترين، كيف بدي مرقها؟ هدول الاشخاص المفروض انهم يتبعوا يصيروا يطيبوا المي، يحطوا لها نعناع، يحطوا لها شور ليمون، هي افضل طريقه، بس ما المفروض ابدا تنزل احتياجات. ليه جالا بيقولوا انه المي لحتى تؤدي وظيفتها بشكل كامل؟ ما بعرف هالمقوله اذا صح، لازم ما يكون لاي اضافات، يعني الشاي لا تعتبر مي، القهوه تماما رشا، انه هي الامور كلياتها ما بتعتبر نحن دخلنا مي لجسمنا، لا غلط، لازم تكون المي هي المي البيور مثل ما قلتي جالا قبل شوي. صحيح. هذا الشيء صح او لا؟ طبعا صحيح، لانه الشاي او القهوه او اي عصير هو اما متواجد فيه كافيين او متواجد في سكر او اي شيء، نحن بحاجه مي حتى تغسله، يعني نحكيها هيك شوي قريبه للعاميه، حتى تغسل هي السكر وتنظف، فنحن بدنا مي. اما لما نحن بنكون مطيبينها بليمون ونعنع ما بيصير في عندنا تفاعل، يعني تمام. بقلب المي ما تعرضت لمعاملات حراريه، ما صار لها اضافات شوادر تماما، ما فقدت شيء لا من معادنها ولا شيء ولا من شواردها يعني. فلهيك النعنع والليمون لا ما بت أثر. طيبين ايه طيبه كثير. لا هو في ناس كثير بتتبع هاي القصه انه بموضوع الدايت، مزبوط هاي القصه؟ ايه مزبوط. هلا هي انه سرع التحرق، يعني شو الفكره من اليوم قنينه المي اللي فيها نعناع وفيها هيك ليمون وقشر ليمون تسمح لنا نتقبل المي بكميه اكبر؟ بس لها علاقه بالدايت؟ لا ابدا، لها علاقه بالدايت انه هي بتعطينا احتياجاتنا اليوميه حتى يمشي هالدايت بشكل مزبوط ويتم الحرق. في ناس عامله دايت على بس المي عليها للاسف. للاسف في عندنا كثير اخطاء. هلا جالا اذا بدي اسالك شوي هيك،
خلينا نقول سؤال شخصي وبشوفه عند كمان كثير من الصبايا. ما كثير بنتقبل ممكن مي خاصة بفترة الشتاء، كمية شربنا المي كثير هي شيء قليل. اليوم الجسم الحاجة الطبيعية بدون ما نكون نحن عاملين دايت أو أي نظام غذائي نحن بحاجته، قد ايه نحن لازم نستهلك مي؟ الأشخاص اللي ما بيتقبلوها زيادة كمان شو بتنصحيها؟ للأشخاص اللي ما بيتقبلوها زيادة، ومثل ما تفضلتي حضرتك فترة الشتاء ما فينا نحن نجي نفرض مي بدون ما نفرض لايف ستايل، تمام؟ فنحن حتى نقدر نمرق هالمي بدنا نصير نحط وجبات متقطعة بين هالوجبات يصير الشخص يشرب مي. يعني إذا بلشنا نهارنا بكاستين، بعدين فطرنا كاستين، بعدين سناك كاستين، تغدينا كاستين، سناك اثنين كاستين، وتعشينا وكاسة قبل النوم، هيك نحن بنكون شربنا لترين وطحشنا فوق الترين بدون ما نحس. فالمي مرتبطة كمان بنظام الوجبات عنا. تمام، يعني نحن لازم ننظم كل شيء بحياتنا، إن كان عدد الوجبات، توقيت الوجبات، وكمية استهلاكنا للمي. جالا نحن كتير مبسوطين إنه كنتي معنا لليوم، وبدي أتمنى لك نهار كتير حلو، يا رب يكون هذا الشهر مثل ما قلنا شهر خير وبركة وانفراجات على جميع الناس. شكرا جالا كتير يا رب. عليك يا رب. شكرا اليوم لحضورك، ورمضان كريم هيك، وإن شاء الله علينا وعليكم يا رب بالخير على الكل إن شاء الله يا رب. نعاد عليكم يا أهلا.